السلام عليكم. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد الكيكه اللي انا فايت ننزلها، ولكن غير صور بلا طريقه تحضير، وهي كانت نالت اعجاب العديد من الصديقات، واليوم قررت باش نوجدها بفيديو باش الاخوات يشوفوها. اول حاجه غنحتاجوا لهاد الكيكه، غادي نحتاجوا معلقه ديال الزبده كيف ما كتشوفوا، ورابعه ديال الشعريه تصفى او زلافه. غناخد هذيك الزبده وغنديرها في المقله فين كانت، وغنديرها فوق عافيه مهيله، غتبدا تدوب لينا بحال هكا. غنضيف لها هذيك الشعريه ديال الصفه، هذيك الرابعه، وغادي نخليها فوق عافيه مهيله تحمر حتى تولي اللون ديالها ذهبي، ولكن اللي كان نشير ليه هو العافيه خاصها تكون مهيله، ونخليها تحمر على خاطرها. الشعريه ديالنا ملي حمرتها كتولي بحال هكايا، غادي نخليها هكا تبرد. غناخد مول غادي ندهنو بالزبده مزيان، وعوض الطحين غادي نرش نصف كميه ديال هذيك الشعريه اللي وجدنا، غير نصها بحال هكا في قاع المول. نحاول نديرها مزيان في القاع، وغنخليه جانبا وندوزو نوجدو الكيك ديالنا. بالنسبه للكيكه ديال الشعريه الصفه، غنحتاجو 3 ديال البيضات، غنطربهم مع كاس صغير ديال السكر سنيده، حتى هما غنطربهم مزيان حتى تذوب السنيده مع البيض. غنضيفوا ليه جوج كيس ديال السكر فاني، وحنا كنطربو مزيان حتى تذوب لينا السنيده. غنضيفوا نص كاس ديال الزيت، دابا غادي نضيف الخليط 5 قطع ديال الفرماج مثلث، ولا نعوضهم بفرماج مربعات. وغادي نخلطهم مزيان حتى هما هي مع الخليط. دابا غادي نضيف نص كاس ديال الماء بارد من الروبيني. دابا غادي نضيف شويه ديال الكوك اللي حمرته غير شويه، ممكن نعوضوه لوز ولا كاوكاو، بيستاش، نوازيت، المهم اللي عندنا في الدار. انا غادي ندير كوك محمر كتعجبني البنه ديالو، وشويه ديال الزنجلان محمر، غير شويه شويه. المهم بالنسبه لهاد هاد المكسرات كل واحد كيدير حسب الرغبه. دابا ضفت جوج كيسان ديال الدقيق، وكنعاود نكرر الكاس اللي عبرت به هو نفس الكاس اللي درت به الزيت والماء والسنيده، وماشي كاس العنبه غير كاس اتاي عادي. دابا غنضيف الخمارات، وغادي نخلطهم حتى ينسجموا ويدار لينا الدقيق مع الدقيق والخميرة. ملي خلطناهم الخليط كيجي على هذا الشكل بحال اي كيك عادي. غنديروها في المول ديال الكيك، المول ديال الكيك هو هذا اللي كنت فرشت فيه الشعرية الصفة من قبل. غادي نخوي فيه الخليط، هذا هو الكيك ديالنا. دابا غادي نضيفوا ليه من الفوق
هذاك الشعريات درنا نصها في القاع والنص اللي بقى غادي نرشو على الوجه بحال هكا. الكيكه ديالنا ها هي دابا غادي ندخلوها للفران طيب عادي بحال اي كيكه عاديه، كل سيده على حسب الفرن ديالها. كيكه الشعريه تصفى ملي خرجت من الفران كتجي على هذا الشكل. انا غادي نقلبها في صحن التقديم وغادي نطلقوا باش نسقيوها بالعسل. الكيكه مني كنقلبها في طبسيل التقديم كناخد هاد القطيب ديالنا ديال الشوا وكنثقبها، كندير فيها ثقب بحال هكا كامله. هاكا حتى كنثقبها مزيان وغادي نسقيها بالعسل. عسل غير عادي باللي كنطيبو في الدار ولكن من السم بالزهر. كنسقيها كامله على هذا الشكل. وغادي نخليها تشرب هذا العسل مزيان وغنخليوها حتى تبرد ونقدموها. شوفوا راه كتشرب داك العسل، كيبان لك كيهبط تشرب في الكيكه. غنخليوها حتى تبرد مزيان ونقدموها ونتمنى تنال اعجابكم. هاد الكيكه كان عليها طلب كتير، هي فعلا كتجي رائعه. اللي عجباتها الوصفه تعمل جامل الفيديو وما تنساوش تعملوا اشتراك بالقناه باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. اشتراككم بالقناة ديالي كيفرحني بزاف وكيخليني نزيد نعطي كل ما عندي بالصحة والراحة، وإلى وصفة قادمة بحول الله.